السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله مع بعض هنعمل مع بعض السمبوسة من غير ما نقليها في الزيت، ودي طبعا ايه بتبقى لينا احنا في البيت، مش لو لضيوف مش هي يعني ما اعتقدش ان في حد هيحمرها لما يكون عنده ضيوف في البيت. حلوة جدا جدا، وتقدري لو عاوزاها تاكليها علشان خاطر الناس اللي بتبقى عايزة تاكل اكل صحي او كده، حلوة قوي، مقبلات جميلة وكلنا بنعملها، بس هوريكم ازاي بتطلع حلو عشان نشجع بعض ان احنا نعملها في الفرن من غير زيت. الاول كده زي ما انتم شايفين، دي مش شرايح سمبوسة زي العادي، دي اللي هي بتبقى الورقة بتاعة السبرينج رولز، عارفينها الورقة بتاعة السبرينج رولز دي؟ بجيبها وبقطعها ثلاث شرايح ثلاثة، بحيث تعمل لي نفس الحجم بتاع السمبوسة اللي بنشتريها بالظبط. دي انا كنت جربتها بصراحة في مرة لما كنت مش لاقية مرة سمبوسة، فقلت اجرب دي واشوف عاملة ازاي. ما شاء الله من ساعة ما جربتها ما بعملش الا بيها، خلاص ما بقتش اشتري ايه السمبوسة العادية اللي هي بتبقى شرايح جاهزة. شايفين ما شاء الله عملت الكمية كام، ورخيصة جدا جدا. انا بالنسبة لي هنا هي موجودة، هنلاقيها عندنا هنا، الناس اللي عايشة في انجلترا موجودة في تسكو، موجودة في اسدا، وكمان موجودة في محلات الحلال. هي اسمها ايه، سبرينج رولز شيتس، حاجه زي كده. المهم يعني دلوقتي الحشوات اللي معانا، اي حشوه تعجبك. انا بس الفكره من الفيديو النهارده ان انا اوريكم ازاي لما بنعملها في الفرن بتطلع حلوه جدا ومقرمشها، وخلاص بتحسي ان انت بتتعودي ما تقدريش بعد كده تاكلي سمبوسه بزيت ابدا. الحشوه اللي انا معايا النهارده، معايا حشوه سوسيس اللي هو السوسيج رولز، سوري السوسيس بالجبنه، اي جبنه تعجبك حطيها عليها. انا حاطه هنا جبنه شيدر عليه، ولفه السمبوسه على حسب كل واحد ليه طريقه، في لفتين، انا هي دي طريقتي، وبحاول الزقها بشويه دقيق معاه حبه ميه صغيرين، ودي كده بتبقى شكلها. اما الحشوه الثانيه فانا معايا ميكس جبن، اي جبنه تعجبك وحطي عليها، وحاطه عليها زيتون متقطع صغير، زيتون ممكن اسود، زيتون اخضر، اي زيتون. الحشوات بتاعه السمبوسه دي زي ما تحبي، زي ما تحبي تماما، مفيش حد هيقولك لا الحشوة دي مش حلوة، لا بالعكس، ناس بتحب اللحمة المفرومة، ناس بتحب خضروات، أي حاجة. أنا هنا حاطة جبنة فيتا على جبنة شيدر على موتزاريلا، وحاطة عليهم شرايح زيتون صغيرة. أنا بحب أقفلها علشان خاطر برضو إيه، مش يعني ما تطلعش كتير يعني من الحشوة بتاعتها. اللي في الفرن دي زي ما انتوا هتشوفوا معايا ان شاء الله في اخر الفيديو، اللي في الفرن بتكون شويه بتنزل من الجبن اللي فيها او بتسيح او كده، فبتطلع على الصينيه واحنا حاطينها في الفرن. انا ما عنديش مشكله في كده خالص، بالعكس بتقرمش لما بتطلع بره شويه وبتبقى حلوه، والولاد اصلا بيحبوها بالشكل ده. هوريكم معايا، خليكم معايا بقى لاخر الفيديو شوفوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات، فعلا عجبتكم شكلها ولا لا؟ بالنسبه لان احنا نعملها في البيت ونحس ان هي حاجه مش تقيله وخفيفه كده وحلوه، وتحس ان انت ممكن تاكلي منها ان شاء الله تاكلي منها 10 هتبصي تحس ان انت لا ما اكلتيش حاجه، خفيفه جدا ما شاء الله. زي ما انت شايفين كده اهو، دي طريقتي في قفل السمبوسه. انا هنا هوريكم دلوقتي معايا الجبنه اللي انا بستعملها، شايفين هي دي الجبنه اللي انا بستعملها، عندك اي جبنه تاني. انا بحط الجبنه دي وبجيب علبه من اللي هي السوفت تشيز، اللي هي الجبنه اللي بتسبريد، اللي بنحطها في السندوتشات، الجبنه السبريد بحطها عليها بحيث ان هي تخليها ماسكه. انا النهارده ما كانش عندي جبنه سبريد، فطبعا هوقف الدنيا، لا طبعا عادي خالص، عملت بالجبنه الفيتا اللي هي الجريك ستايل دي اللي معايا، وحطيت عليها الجبنه الشيدر، وحطيت الموتزاريلا، وقطعت الزيتون. لو عندك الجبنه السبريد حطيها عليها علشان بتخليها ماسكه وبتديها قوام كمان جوه السمبوسايه، ناعم كده وحلو قوي كريمي. وانا كده هنا كنت طبعا ايه ما حشتش الكميه كلها بتاعه السمبوسه، علشان كان خلاص الفطار قرب، فقلت ايه اوريكم معايا انا بحطها ازاي في الفرن وبعمل ايه فيها. جبت الصينيه كده وحطيت اللي هي ورقه الزبده، طبعا يا ريت يعني علشان ما تبهدلش الصينيه، لان هينزل منها حاجات بسيطه من الجبنه، بالذات الجبنه، حشوه الجبنه مهما كان برضو بتكون في ايه كده حاجات بتسرب. بنعمل الحشوات حسب اللي بيحبوه في البيت، شوف بيحبوا ايه اولادك، اي حد في الاسره بيحب حاجه تعمليها له حلوه قوي. بيفضل ان السمبوسه دي لما يكون قبل رمضان تتعمل قبل رمضان ونشيلها في الفريزر، بتبقى كاني عندك كنز، خلاص انت ضمنتي طبق كده من الاطباق المشهوره الحلوه قوي قوي في رمضان كلنا بنستناها.
وبتفتح النفس كمان. زي ما انت شايفين رصناها كده بقى، باخد بقى الفرشة كده وبحط عليها زي ما انت شايفين حاجة بسيطة خالص خالص اهو، واتأكد ان انا حطيت الزيت على كل شرايح السمبوسة او كل المثلثات علشان خاطر لما تدخل الفرن كلها تاخد ايه لون واحد. بحطها في الرف اللي في النص على درجة حرارة 180، وخدي بالك علشان بايه بتتعمل بسرعة بتتحمر بسرعة، فايه من نروحش نسيبها ونمشي. ممكن تقلبيها في النص على حسب فرنك، لو فرنك حاسه ان هو من تحت مش هيسويها اقلبيها في النص، تيجي عليها على النص كده لما تلاقيها من فوق خلاص خدت وش كده ذهبي اقلبيها بقى على الناحية التانية، وهتاكلي احلى سمبوسة ومقرمشة وزي الفل، مش محتاجين الزيت في حاجة. اهو زي بوريكوا كده شكلها، هي طلعت اهو معانا من الفرن، بصوا شكلها. هو ده بقى اللي انا بقول لكم عليه، فيه شويه جبنه هتطلع بس انتم مش متخيلين كم يعني هي مقرمشه عامله ازاي. والله لو الفيديو مش طالع الصوت يا ريت كنت اوريكم، بصراحه حاجه جميله قوي قوي. وطبعا بفرق ما بين دي حشوه ايه وحشوه ايه عشان اللي بيحب حاجه معينه يبقى على شايفين، وانا بشدها كده. الجبنه بقى اللي بتطلع بره دي عايزه اقول لكم بيتخانقوا عليها، لان بيبقى طعمها جميل قوي قوي، وبتبقى قرمشت بتبقى جزء منها مقرمش كده وحلوه. فبصراحه خلاص انا بطلت بصراحه احمر السمبوسه من زمان خالص يعني، بس بوريكم هنا هي مقرمشه قد ايه، شايفين؟ تمسكيها كده يعني تحسي حاجه خفيفه. انا بصراحه اللي كنت بقليها في الزيت بطلعها يعني لا اله الا الله، صعبه جدا بصراحه. بس كده هو شايفين طبقين ما شاء الله حلوين قوي للفطار في اي وقت، في اي وقت مش في رمضان بس، السمبوسة محبوبة الجماهير. بتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا معايا النهاردة، وان شاء الله لو عجبكم الفيديو متنسوش بقى اللايك والشير، واللي مش مشترك عندي في القناة ينورني ويشرفني ويشترك، وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.